قلنا من كام يوم ان ميكالي مدير فني ضعيف في المباراه الاولى، قلنا ان مدير ان ميكالي اسطوره في التدريب في المباراه الثالثه، قلنا ان ميكالي مرشح للمنتخب الاول، قلنا حاجات كتيره جدا. تمشي معاك اني حاجه؟ اولا حمزه علاء جه له عرض بره مصر، صح؟ ده اول حاجه. نمره اتنين، ده لان احنا عندنا التحليل والنقد يوم بيوم، يعني يوم فوق ويوم تحت، مفيش وجهة نظر ثابتة. يعني ده المفروض احنا بنينا وجهة نظرنا في ميكالي دي بعد أدائه في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد. لا أنا عايز أعرف وجهة نظر حضرتك. مدرب كبير. لا أنا عايز أعرف وجهة نظر حضرتك البلان، يعني تقول لي مثلا ميكالي ده لو عمل كذا يروح كذا، الصح إن يبقى الموضوع كذا. لا هو مدرب مستواه عالي جدا، ويكفي إن هو بالسكواد ده محقق النتائج دي. خلص نوديه فين؟ المباراة الأولانية في علامات استفهام كتيرة جدا على أداء المنتخب أمام الدومينيكان. المواجهة الثانية صعوبتها إن أنت بتواجه أوزبكستان، فريق شرس جدا بدنيا عالي جدا. النهاردة بتوازن دفاعي وهجومي قدرت تحقق المطلوب، لكن هو مدرب قدير وسكواد اللي معاه يعني كان ينقصه بعض العناصر في بعض المراكز. لو خلص في حتة كويسة، أولا لازم يستغل في منتخبات الناشئين والشباب المشكله، منتخبات الناشئين والشباب الموجوده في منتخبات مصر لازم يستغل فيه. طيب وانا عارف ان هو جاي له عرض من منتخب كبير اكيد. في صوره حضرتك جايبها، صوره ماتش باسكت. انا الحقيقه يعني مش فاهمينها. بص حضرتك، ده ماتش انا تابعته النهارده، فرنسا واليابان. ده لاعب 2 متر 24 في فرنسا. يعني طبعا الاسماء بقى بعيد وكده. وده صانع العاب او البلاي ميكر بتاع منتخب اليابان. اوكي. الماتش ده خلص في وقته الاصلي 84-84، وكان لاخر 10 ثواني منتخب اليابان متفوق 84-80. وجابوا رميه ثلاثيه منتخب فرنسا واتحسب لهم فاول كده مجامله تحكيميه، فتعادل، فلعبوا وقت اضافي وبرضه بمجامله تحكيميه خلص الماتش 94-90 لصالح فرنسا. اللاعب ده هداف المنتخب الياباني، 29 بونت ما شاء الله، رميات ثلاثيه من كل حته في الملعب ما شاء الله، غير الاختراقات بقى والرباوند والكلام ده. فبص هنا بيخترق الراجل رقم 22 ده في الملعب ولا ده تاني؟ حضرتك بيلعب عليه مان. هو بلاي ميكر بيلعب قدام القوس بتاع البلاي ميكر، فبيلعب عليه اطول لاعب ومع ذلك يعني جن ماشي بالمنطق الباسكت. يعني الطويل بيلعب مان على القصير؟ بس مش ده اللي بيلعب عليه، في لعيب تاني طويل برضه بيلعب عليه. ايوه ما هو كل ما يحب يلعب اي كوره هيشد من رجله، رمي ثلاثيه فيروح عليه فيعدي منه بطريقه مهاريه. فهو لعيب مهم جدا جدا، وعايز اقول لك ان هو طوال زمن المباراه ما طلعش من الملعب، وبيعتمد عليه المدرب المنتخب الياباني بطريقه قويه جدا. فيعني الصوره لفتت انتباهي. منتخبنا الاولمبي يخلينا نتفائل من اللي جاي للمنتخب الاول؟ لا يعني ميكالي اللي عمله مع المنتخب الاولمبي غير متوقع، لان ميكالي يعني النهارده هو بينتصر لوجهه نظره وبينتصر لرؤيته وبينتصر للعراقيل اللي واجهته قبل السفر، وبينتصر للمشاكل اللي واجهها وعدم الاعداد. بس كده احنا ممكن نبشره عندنا جيل كويس يروح المنتخب الاول. لا ما هو مين المدرب اللي بيقود؟ على فكره انت حضرتك ما سمعتش من ميكالي ان هو بيشتكي شكوى واحده، لا في مؤتمر صحفي ضرب لك اي تصريح. الراجل بيشتغل وفقا للمعطيات اللي موجوده والظروف ده فعلا والعشوائيه اللي موجوده. انت بتقارن ما بين الجهاز الاول وجهاز المنتخب الاولمبي؟ لا انا بتكلم على ميكالي. فبالتالي لا مش بقارن ما بين، انا بتكلم على كيفيه التعامل مع المشاكل والازمات. مين بيتعامل افضل من وجهه نظرك؟ لا ميكالي طبعا ما فيهاش افضل من التوأم؟ افضل من حسام ابراهيم طبعا في الشكوى، وان كان برضه لازم تراعي ان حسام ابراهيم بيرصدوا واقع موجود داخل الكره المصريه. صح. وهي الازمات اللي بيعاني منها المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، بدليل ان المنتخب الاولمبي قبل ما يسافر كان بيعاني ان هيجيب السكواد بتاعه منين او القائمه بتاعته منين. مظبوط. مين الافضل من وجهه نظر حضرتك، الجهاز الفني المنتخب الاول ولا المنتخب الاولمبي؟ لا مش مجال، ما ينفعش المقارنه يا كابتن سيف. ليه؟ لا 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 دي حاجه ودي حاجه.
يعني بين مدرب عنده خبرات واخد ميداليه ذهبيه في 2016 وجاي من بلاد الكوره وبلاد العجائب في الكوره، وبين جهاز فني لسه جديد ووطني عنده مسؤوليه واول مره يتولى المسؤوليه في ظروف صعبه والناس كلها عندها عليه وتصفيه كاس عالم. فاعتقد ما ينفعش احطه في مقارنه واقول فلان حسام ابراهيم ولا ميكالي، لا الوضع مختلف جدا. لكن احنا بقول ايه، سؤال مش عاوزين سؤال يعني ندي، سؤال لا مش عاوزين ندي الاسئله النهارده، لا لا مش عاوزين ندي ميكالي. يعني انا تقييم ميكالي ماشي انه ماشي على الطريق، لكن التقييم النهائي بعد بعد البطوله. بعد الشريف هو طبعا يعني يعني ما في يعني يعني مقارنه مش متاحه، يعني ده جهاز وده جهاز وزي ما قال محمود. لكن هو حسام حسن فين؟ يعني حسام حسن كان مفروض ان هو عمل تاشيره السفر لفرنسا لمتابعه المنتخب الاولمبي. يعني انت بتقول وجهه نظرك المنتخب ده لو نجح المفروض في عناصر منه اكيد هتروح للمنتخب الاول اكيد، لكن اتعمل له التاشيره ولم يتم حجز ليه تذكره الطيران او الاقامه. هو شغال يعني قاعد ومتابع وشغال، هو ماشي حضر ماتش، هو شغال هنا بس المفروض انه كان مسافر فرنسا. حضر ماتش، انت وديتني في حته ثانيه. الافضليه لمين من وجهه نظرك؟ الافضليه لمين؟ البقاء لمكالي. البقاء لمكالي. انا يعني دايما يعني مع حسام ابراهيم وميل يعني طبعا احنا مع حسام ابراهيم طبعا، ربنا يا رب يوفقهم ان شاء الله ان شاء الله.